بسم الله الرحمن الرحيم. درعا مدينة تنخل، آثار الدمار جراء سقوط الحاويات المتفجرة على المدينة. حسبنا الله ونعم الوكيل، أحد الناجين جراء سقوط الحاويات المتفجرة. شو بتوجه كلمة لبشار الأسد والعالم؟ وجه كلمة بشار الأسد، اضرب برامي قد ما بدك، اضرب أرض أرض سكون اللي بدك إياه، كيماوي بدك تسقط بدك تسقط، يعني أنت والشلاب اللي معك كلهم. الله أكبر، رسالة صمود وثبات من أبناء مدينة أنخل. حسبنا الله ونعم الوكيل، على القصر إن شاء الله جايين، وعلى القصر إن شاء الله بإذن الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. درعا مدينة أنخل، آثار الدمار جراء سقوط الحاويات المتفجرة على مدينة أنخل. لا حول ولا قوة إلا بالله، أكثر من 5 منازل سويت بالأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله، مدينة أنخل بطل البشر. الله أكبر، بطل الشجر. آثار سقوط الحاويات المتفجرة على مدينة أنخل. لا حول ولا قوة إلا بالله، مدينة أنخل. الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله.